السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناة المالفاكتوري. اليوم معنا المربي والهاوي بدر الخياط. حياك الله أخوي أبو ناصر. حياك الله وسهلا مبارك. ساعتك أبرك. مشكور يا أخوي على فتحك بابك لنا ودعوتك لنا هنا عندك. سهلا مبارك. ساعتك أبرك. مكانكم طال عمرك. الله يرحم والديك. أخونا أبو ناصر ما شاء الله عنده شيء مميز، مثل ما عودناكم كل مرة بنجيب لكم أشياء جديدة. هالمرة جبنا لكم حيوان اللامة. ما شاء الله الريال متمكن منهم، يعني نقول لهم من تربيتها، من مراعاتها، من صوفها، كل هالمعلومات ان شاء الله ما راح يقصر ويانا ابو ناصر، وراح ناخذ منه كل هالمعلومات. ابو ناصر بالبدايه قل لنا متى بلشت بهالهوايه بتربيه حيوان اللامه؟ طبعا حيوان اللامه ما يخفى عليكم حيوان جدا لطيف، كنا نسمع عنه في بدايه الامور ونشوفه خارج الكويت. استهوتنا الهواية ان نحضر عن حيوان اللامة ويبناه. صار لنا تقريبا الحين خلينا نقول احنا من 4-5 سنوات بالضبط حاولنا نجيب الكويت ونشوف شنو عفوا نقدر نطلع من هذا الحيوان في المستقبل. لقينا ما شاء الله ان الحيوان بسرعة يتأقلم مع الاجواء وبسرعة يتأقلم مع عفوا البشر. طبعا هو حيوان اللامة ينقسم لنوعين، اللامة يسمونه لامة او في الالبكة بعد ايضا هم من فئة اللامة. اي نعم طبعا يختلفون في المواصفات. انتم ما شاء الله عندكم النوعين هذول. اي نعم احنا طبعا حاولنا نجيب في البدايه اللامة وشفنا ما شاء الله خذت على اجواء الكويت في عندهم. قلنا ناخذ الخطوه الثانيه. في البدايه كانت هي هوايه. شفنا الامر ما شاء الله يعني خذينا عليه وما فيها اي مشاكل. واتجهنا للمرحله الثانيه اللي هي بعد الهوايه اللي هي عفوا الانتاج. هي من عندهم. والحمد لله ما شاء الله قمنا ننتج من عندهم. ما شاء الله قمتوا تنتجون من ننتج من عندهم. عندنا انتاج. نعم ما شاء الله. اي حيوان لامه من وين ابو ناصر؟ حيوان اللامه مثل ما قلت لك عفوا هي خلينا نقول احنا في البدايه هي من فصيله الثدييات او الجمليات. الثدييات هي من خلينا نقول احنا من الارجنتين او غرب الارجنتين في جبال الانديز في منطقه خلينا نقول احنا في دول بوليفيا تشيلي. هناك عايشه بالطبيعه ولا مزارع؟ بالطبيعه طبعا. خلينا نقول احنا تكلمنا على الاكوادور. الاكوادور هم موجوده في عندهم بالطبيعه. طبعا هي خلينا نقول احنا نتكلم عن مراحل حتى في حياتها، هي دوره حياتها 20 سنه تقريبا تاخذ لها يعني تاخذ. وفي خذوها الجماعه في السابق كوسيله نقل كانوا يتجهون فيها في الجبال. طبعا ان شاء الله كانوا يستخدمونها وسيله نقل. اي نعم وكانوا ينتجون من خلالها هم بعد عفوا الاصواف. حاليا تعتبر من اغلى انواع الاصواف. هي من اغلى انواع الاصواف في انواع معينه. اي نعم الالوان وخلينا نقول في مناطق معينه من جسم اللامه ياخذون فيها وفي نوعيه الصوف. فقام يعني ما شاء الله ما شاء الله ابو ناصر يختلف الكتف عن الظهر. إيه نعم عن الراس. إيه نعم كله بسعره لانه ما شاء الله يمتاز بنوع معين. إيه نعم منطقه الظهر الشعر عفوا خلينا نقول احنا او الصوف مالها يختلف عن منطقه خلينا نقول احنا الارداف او الركاب او خلينا نقول الصدر. ففي ناس تفضل يعني منطقه معينه منها طبعا على حسب الانتاج اللي هو يفصل من عندها. والالوان هم لها دور بعد طبعا. لها دور كبير. اي نعم دور كبير لها. فشفنا احنا ما شاء الله حتى لما احنا في فتره معينه من السنه لما ننجز الصوف في ناس يجونا عفوا يطلبونها. بعدين لا صارت العمليه شويه خلاص انا ادري ان الصوف اي صارت فيها حتى قام هم يطلبون انه هم يشترون يعني انه كان في البدايه احنا نهدي. في بعض الاخوان او في بعض خلينا نقول احنا الخوات يتجهون عفوا حق موضوع الخياطه او الاصواف او كذا. استهوتهم العمليه وشافوا الالوان وشافوا انه متوفر عندهم. فقام ياخذون قام يطلبونها قام يطلبونها من عندنا. سبحان الله يت وياها وياها رزقها. سبحان الله كل واحده ورزقها. هي عفوا على كل انسان وطريقتها. يعني هوايه تطلع منها اكثر من شغله. صح. وتنتج منها ما شاء الله يعني نيت حق الاصواف، نيت حتى يعني يمكن لك تجربه سابقه. اي انا اللي كان يعني تجربه وياها انا بقبرص كليتها بمطعم بجزيره عنابه فكليتها وكانت لحمها وايد لذيذ. فلما قال لي اليوم ابو عبد الله مسي عليه بالخير لما قال ابو عبد الله ان اليوم عندي تصوير لامه لا تحمست واستعدت لها وجيت له ما شاء الله لقيت ابو ناصر عنده المعلومات الحلوه. قلت له لا ابو ناصر انا اليوم وياك لان اللامه هي مستهويتني وبخصوص لحمها
قال احنا ما كلينا لحمها، لحمها انا اعطيكم اياه ضمان عندي، اللحم ما شاء الله تبارك الرحمن قوي، يعني عسى الله يبارك لك. الله يسلمك. ان شاء الله ناوي اي ان شاء الله اذا كثر انتاجها ان شاء الله نشتري واحده وننزلها تحت الجنه ان شاء الله. الله يرحم والديك. يعني جمعه ان شاء الله انت والمشاهدين حياهم الله المكان مكان. الله يرحم والديك. ونجرب اللحم لان فعلا حتى في دول برا حاليا يستخدمون لحومها. يعني على سبيل المثال اعطيك الحين في بريطانيا ما شاء الله مزارع قاعده تنتج، في دول اوروبا حاليا الحين خلينا نقول احنا اتجهنا من امريكا اللاتينيه، امريكا الجنوبيه، غرب الارجنتين، والدول اللي ذكرناها اللي هي بوليفيا، تشيلي، الاكوادور، الحين لا الحين دول اوروبا قامت تنتجها مزارع تنتج. طبعا مزارع انت قاعد تتكلم عن مزارع كبيره. الانتاج طبعا مثل ما قلت لك الانتاج نتكلم عن الاصواف، نتكلم عن اللحوم. اللحوم اللحوم طبعا في من عندها طبعا وفي هي. وفي منها بعد من الجمال اكيد. انا ما شاء الله انا قاعد اشوف انها ما شاء الله يعني اليوم لما ركزت فيها انها وايد جميله تبارك يعني الرحمن. حاليا في الولايات المتحده الامريكيه تقام سنويا طبعا في على مستوى الولايات تقام مسابقات حق اللامات، ويقدرون حتى الاخوان يشوفونها. يعني ما شاء الله تيجي تشوف الناحيه الجماليه وتشوف اللون، تشوف العين، تشوف عفوا الوجه، تشوف الرقبه، تشوف السيقان ملوتها. طبعا تحدد لها شروط معينه في عندهم. ما شاء الله ابو ناصر، هي هل انت دشيت بهالجمال عرفت هالمواصفات؟ والله لو تذكرها لنا افضل. اي طبعا احنا نتكلم عن الجمال. طبعا اللون احنا في ناس يهتمون في اللون، لون النعام ليش عفوا خلينا نقول احنا الصوف نفس الموضوع بعد فيها نتكلم عن ناحيه الوجه، ناحيه العين، بروز العين، نظره العين، لون العين في لها نتكلم عفوا عن البوز بعد لها فيها، الرقبه كذلك. ففي اماكن بيها تبرزها طبعا في بعضهم حتى الطول. يعني اذا تكلمنا عن اللامة تفرق عن الالبكه، الالبكه بالحجم اقل من اللامة. اللامة ما شاء الله تلقى فيها ارتفاع تاخذ ارتفاع. اي نعم. هي اللي دائما يركبونها اللي نقول. اي نعم. طبعا مثل ما قلت لك برا يستخدمونها كوسيله ركوب، كوسيله حمل، خلينا نقول احنا الامتعه، الابغال، خاصه على الجبال. يعني مثل ما انت عارف الله يعزك في انواع من الحيوانات كانوا يستخدمونها البغال. لا دول امريكا اللاتينيه كانوا يستخدمونها كوسيله نقل. وسيله نقل اي نعم. وكان يستفادون من اصوافها نفس الوقت. طبعا هي اذا تكلمنا عنها كحيوان اللاما جدا بسيط، ما يكلف الانسان في تربيته مبالغ الضخمه للامانه. كاكل الاكل المتداول العادي اللي هي الاعشاب، احنا نعطيه عفوا الجت الناشف، نعطيه الجت طري، اي شيء قدامه ما يقول لك يعني يتاقلم بسرعه. مو تقول نوعيه معينه من الاكل، لا. بس انت قلت لي بالصيف انه في شويه مشكله. طبعا احنا خلينا نقول احنا في نهايه خلينا نقول احنا الشتاء والصيف هي في مشكله واحده بس اللي هي تصادف يعني معانا احنا كمربيين فيها، ان هي درجه الحراره اذا ارتفعت، وعلاجها جدا بسيط وسهل وغير مكلف في نفس الوقت. لان مثل ما انت عارف لما دخلت عندنا احنا في السنوات الفتره هذه قله خلينا نقول احنا المعلومه كانت ما توصل فيها، ولكن حاليا لا سهل. هي عباره عن مضادات حيويه وبنسلين وما يبي لها شيء يعني. والامور ان شاء الله تصير طيبه. طيبه خلال خلينا نقول احنا تعطيها كورس كامل من ثلاث اربع ايام الى خمس ايام، شو جدا طبيعي. اللي هي بدايه قلبه الجو ولا بدايه الصيف؟ بالضبط. هي مثل ما انت عارف يعني طبيعه الله عزك الله اي حيوان الواحد لما يربيه لابد من شيء، مشكله الحراره، مشكله عفوا اللي يواجهها خاصه في الظروف الجويه، ولكن بعدها لا ما تشوف منها الا الخير. بس وهي يعني من تعتبر بعد من الله يعزك من الحيوانات الاجتماعيه. اي ما شاء الله لاحظناها إيه يعني حتى يعني مهدوده عند الاهال يعني انت شفت مساع الانتاج اللي يمكن اي ما شاء الله هذه حتى انا كنت حاطها عندي في البيت. يعني اغلبيه الناس كانت في الحديقه وتتداول وتطلع شويه مع العيال مشي معهم، الكل مستغرب شنو الحيوان هذا. عاد انت هني دورك وسيلتك انك انت تنقل المعلومه صحيحه. الكل يقول مستحيل انه في خروف او جمل بهال، اقول لهم هي من فصيلة العفو الجميلات، ولكن هي اللامه. شنو هي اللامه؟ شنو هي الالبكه؟ شنو كذا؟ فياخذ المعلومه فتوالفت انه تروح تيجي على البيت سهل. طبعا الازعاج ما فيها صوت، ما في جدا بسيط، ما تسمع لها لا صوت ولا ازعاج. هادية ما شاء الله تبارك الله. هادية ما شاء الله عليها. كذلك يعني عفوا الله يعزكم انه وقت اللي مثلا توصيق او هذا في مكان واحد، ليش اقول هي اجتماعيه.
في مكان واحد مستحيل يعني تروح مكان ثاني، ما تروح يعني ما توصخ مكان ثاني في اي محافظه تلقاها بمكان واحد بالضبط، وتلقاها بسرعه تتوالف مع الناس، بسرعه تاخذ على الناس ان شاء الله، وما تاخذ الامراض بسرعه للامانه، عندها قوه تحمل لان ما قلنا هي بصيره الجمل، الجمل ما شاء الله عليه يعني يتحمل يتحمل يعني خاصه بالحراره عندنا، احنا جربناها خلال الفتره طافت الحمد لله امورها طيبه طيبه. وعيد دام انك كلمت ان انت انتجتوها، كلمنا عن انتاجها، هي كم شهر تاخذ تقريبا بالحمل؟ هي فتره الحمل احنا خلينا نقول تاخذ لها تقريبا الدوره مالتها 11 شهر، 11 شهر تقريبا من 10 الى 11 شهر بالضبط اللي تاخذ. وعقب ال 11 شهر كم تحتاج انك تحتاج عمر عشان انه تلقح والامور؟ والله شوف الحين احنا عندنا سبحان الله مثل سؤالك هي في مكانه، الانتاج اللي احنا اخذناه طبعا طلعنا من عنده خلينا نقول احنا خلال شهر شهرين بس خذت على الحليب ومع الام فصلناها ما شاء الله بسرعه يعني هي تقوم. خلال شهرين لقينا ان سبحان الله ان اللي عندنا الامه لقحت بسرعه معهم ما شاء الله الام لقحت. اي نعم اي نعم مره ثانيه يعني شهرين افطنتها ردت ولدت مره ثانيه بالضبط يعني خذت عليها. وهي ايش قدر تحتاج عمر عشان هي تركب انها هي يعني تلقح؟ هي سبحان الله شوف خلينا نقول احنا برا لان ليش مساع قلت لك دورتها حياتها في البريه تختلف عندك في المحميات تفرق معهم يعني خلينا نقول احنا اذا اخذت من 3 سنوات 4 سنوات احتمال تلقح معك شيء طبيعي. في بعض الاحيان صارت معنا لا قبل شلون يعني لقحت شات تختلف. صار معنا موقف احنا عفوا نفس الموضوع ولو انه بعيد عن الموضوع الالبكه واللامات، كنا ربي الغزلان سبحان الله لقينا الانتاج في المحميه اكثر ما يكون في البريه. اها اي يصير عندك انت بالمحميه ليش انه يمكن ليش اقول لك تاخذ عليك تاخذ عليك في البريه يمكن سبحان الله عده عوامل ما تساعدها صح وتصير ساعات بس لقينا الانتاج يعني لما كنا نسال في المعلومه يقول لا ما صارت معنا احنا هني لقينا تصير معنا يعني هل هذه هي سبحان الله طفره او ان اخذت عليك؟ يمكن نقول انها هي شافت الاهتمام شافت موعد اكلها ما تحاتي اكلها انها تروح بالضبط المعاناه يمكن في بعض الاحيان في البريه يمكن ما تحصل الظروف المناسبه فيها اما هني لا انت حاطه في مكان معين وهذا تلقى حتى يوم فطمنا الصغيره بعض الاخوان سالوهم قالوا لا يبي لك بعد فتره ما خلها يعني بعد قلنا خلينا نجرب احنا ما شاء الله شد عودها لقينا ما شاء الله لا بدات انها حتى هي تاكل يعني الحين شفتها انت الحين اي ما شاء الله تقريبا الحين ما صار لها تقريبا سنين راح تشوف قاعد تاكل انطر عليها من يشد عودها سبحان الله تلقاها طبيعتها اللامه تختلف هم بعد من اي نعم لانهم النوعين من نفس الفصيله لكن يختلفون وطبعا يندرجون تحت مسميات فيهم عندهم. عسى الله يبارك لكم ويزيدكم يا ابو ناصر. كسؤال اخير شنو تنصح الناس بتربيه الهوايه؟ والله انصح اخواني يعني الشباب وانصح اخواننا المربيين وخاصه الهواه بعد يعني انصحهم والله يعني من قلبي هوايه جدا لطيفه وممتعه وما تاخذ من وقتك الا كثر ما تستمتع فيها وتقول يا ريتني بديت فيها من زمان للامانه يعني احنا يوم جربناها لقينا ما شاء الله يعني هي لعب حتى مع العيال حتى مع الناس مع البشر تاخذ وقتك كله تشوف انه تقول والله انا معقوله قضيت الوقت هذا كله مع تربيه او عفوا نجني من وراء طبيعته او عفوا من نوع من هذه الحيوانات لا والله ما شاء الله فيها يعني هوايه وفي المستقبل انا اقول لك لا يمكن تطور فيها. عسى الله يبارك لكم ان شاء الله وان شاء الله بالمستقبل مع التطوير ما راح نخليكم وهم بنيكم بناخذ منكم معلومات كثيره عن هذه اللامه. ساعه المباركه ساعتك ابرك يا ابو ناصر وما قصرت يا اخي. الله يسلمكم حياكم الله وشرفتونا في مكاننا. الله يرحم والدينا. اعزائي المشاهدين اتمنى ان كفينا ووفينا وياكم نشوفكم ان شاء الله بحلقات اخرى. السلام عليكم.